سيداتي أنساتي، أهلا بيكم في حفلة النهائي بتاع أحسن عارضة أزياء لصيف 2017. معانا هنا الاتنين مودلز الأخيرين، فيكتوريا وداني. يا نهار يا ترى بقى جايبي، هتقول مين اللي هيكسب؟ انا متحمس قوي، هموت واعرف مين الموديل النهائيه. اوكي طبعا عايزاكم تعملوا فوتنج النهارده بعد ما هنعمل النهارده الفوتو سيشن الرهيب في اخر الحلقه. اهلا بيكم. اهلا، انا رومي، انا راؤول، ومعايا مراتي رومي وبنتنا الصغنونه الجديده. كنا بنحب نرحب بيكم وبنقول اكتر التهاني للموديل اللي طالعه ايه جديده في 2017. اهلا بيها. ايوه اهلا بيها، اهلا بيها. انا الموديل السنه اللي فاتت، وانا الفوتو سيشن بتاعت اللي بعمل ميك اب، وانا الراجل اللي بيصوركم في الفوتو سيشن. اهلا بيكم، اهلا بيكم كلكم. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل النهارده الفوتو سيشن الفظيعه للاتنين المودرز اللي معايا هنا. معانا تاني. اوكي انت عادي تحبي تقولي ايه يا تاني؟ احب اقول ان انا نفسي ان انا اكسب قوي قوي قوي، وانبسطت جدا جدا بجد في الشو الفظيع ده والحلقه الرهيبه قوي 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 دي. فيكتوريا تحبي تقولي ايه؟ انا نفسي ان انا اكسب جدا، وانا انبسطت قوي، بحب المودلينج جدا، خصوصا ان احنا بنلبس احسن سياحات الموضه ولبس فعلا فظيع. بليز اعملوا فوتنج ليا، وانا بليز اعملوا فوتنج ليا. ها ها ها. انا راؤول المتحدث الرسمي بتاع عارضة ازياء صيف 2017. طيب دلوقتي نبتدي ان احنا نعمل جلسة التصوير. هنعمل ده عشان نشوف مين اللي هيقدر ان هو يكسب معانا وهيطلع بقى الاول في الحلقة الفظيعة قوي دي. اوكي يلا نبتدي بقى جلسة التصوير. هوبا، ماكس هيقف عشان يصورهم. يلا نبتدي الاول بيك يا فيكتوريا. اوكي وبعد كده تاني. انا متحمسة قوي، يا ترى مين فيهم بقى اللي هتكسب؟ اوكي فيكتوريا بقى بتتصور معاها البطة الفظيعة اللي تحت دي. اوه بتاخد جلسات تصوير فظيعة، فوتو سيشن رهيبة، وبترفع البطة فوق وبتنزل البطة تحت. واديني اكتر. لا 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 رهيبة فعلا فعلا فعلا. انا نفسي بقى داني صراحة تكسب، انا بحب داني اكتر، وانا كمان بحب شعري داني جدا، نفسي قوي ان هي اللي تكسب. اوكي كده خلصنا اول فوتو سيشن، دلوقتي معانا داني ومعاها الباندا. الله شكلها فعلا فظيع، يا ترى بقى مين فيهم اللي هيكسب؟ اخيرا الحلقة الجاية نعرض على طول مين فيهم اللي هيكسب. انتي تفتكري مين؟ افتكر اي حد فيهم هيكسب، مش مشكلة، المهم اي حد فيهم يكسب. ودلوقتي جه العرض النهائي بتاع احسن عرض ازياء. طبعا مستنيه الفوتنج بتاعكو عشان تقولولي مين فيهم اللي هيكسب، يا ترى داني ولا؟ بصوا داني هي بتعمل شو فظيع. واو ودلوقتي جت فيكتوريا الموديل الرهيبة. كنت عايزة اعرف بقى في الفوتنج بتاعكو مين اللي انتوا بتشجعوه عشان يكسب معانا ويكون الموديل بتاعت احسن عارضة ازياء لصيف 2017. مستني الفوتنج بتاعكو، يا ريت تعملوه بسرعة جدا جدا جدا، زي ما انا اتجوزت كده رومي اللي هي كانت الموديل بتاعت السنة اللي فاتت. مستني اشوف بقى الموديل بتاعت النهاردة. اهي رومي واقفة ورا ومعاها بنتنا الفظيعة وداكس كمان. بجد انا انبسطت جدا لما كنت احسن عارضة ازياء، يا رب انا اكسب بقى، بجد نفسي اكسب جدا. وانا كمان نفسي اكسب قوي. بليز اعملوا فوتنج للي تحبوه اكتر. باي باي.